السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الجزء الثاني أو الدور الثاني من سباق الخميس، الموعد الذي يأتيكم مساء كل خميس على تلفزيون حضرموت. في هذا البرنامج نحاول أن نستعرض وإياكم مجموعة من المعلومات والأحداث عن تاريخنا الإسلامي، نطوف وإياكم في مجموعة من المدن والبلدان ونتعرف على أبرز الأعلام في وطننا الحبيب والعالم أجمع، نطوف في الرياضة والصحة ومختلف المجالات. في كل حلقة يتنازل اثنين، ونحن الآن في الدور الثاني، تأهل من الدور الأول لدينا اثنين من الأفريقية التي كانت مشاركة. لدينا في هذه الحلقة مجموعة من نادي الطالب الجامعي، أهلا وسهلا بكم، ولدينا أيضا نخبة من مؤسسة الخريجين، أهلا وسهلا. دعونا نتعرف في بداية الحلقة على الممثلين لنادي الطالب الجامعي، وأصبحوا معروفين يعني لدى المشاهدين، لكن دعونا نتعرف عليهم مجددا. تفضل. محمد باجيدة. محمد باجيدة، أهلا وسهلا محمد. إسماعيل العولقي. إسماعيل العولقي، أهلا وسهلا. طه أحمد. طه أحمد. أحمد، أهلا وسهلا بكم، ونرحب أيضا بالجمهور من نادي الطالب الجامعي. كيفكم إن شاء الله؟ متحمسين؟ الدور الأول عديتوه بتوفيق ونجاح، إيش توقعاتكم للدور الثاني إن شاء الله؟ أفضل، إذا نتمنى ذلك للجميع. ولدينا هنا نخبة الخريجين من مؤسسة الخريجين، تعرف عليكم، تفضل. عبد الرحمن محمد العمودي. أهلا وسهلا. عزام حسن بشماخ. عزام، أهلا وسهلا عزام. مروان بن ناصر. مروان بن ناصر، إذا تعرفنا على الفريقين موجودين معنا في الاستوديو في هذا الدور الثاني من سباق الخميس. أسئلة المرحلة الأولى باتت معروفة، لدينا أربعة من المجالات: إسلاميات، أعلام ومشاهير، ومدن وبلدان، ورياضة. نتعرف على مجموعة، لكل فريق يختار سؤالين ونتعرف على الإجابات إذا كانت صحيحة أو لم تكن موفقة. نبدأ مع من؟ نبدأ دائما نحن باليمين، خلونا نبدأ بفريق الإنقاذ. عندكم مشكلة أنت ولا؟ لا أبداً، أمور طيبة. أمور طيبة جداً. إذا نبدأ مع فريق الإنقاذ، ولدينا هنا أربعة من المجالات، تفضلوا. مدن وبلدان. مدن وبلدان، لدينا مدن وبلدان، نروح لمدن وبلدان. لدينا ثلاثة من الأسئلة في مدن وبلدان، تفضلوا. الأول رقم واحد. إذا السؤال الأول في مدن وبلدان ماذا يقول؟ السؤال يقول: فيها يوجد أكبر تجمع للبراكين في العالم، هل هي اليابان أم الصين أم إندونيسيا؟ وثلاثين ثانية. ثلاثين ثانية أمام فريق الإنقاذ، هل سينقذون أنفسهم ويتعرفوا على الإجابة الصحيحة لهذا السؤال؟ الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة إندونيسيا. إندونيسيا، فيها أكبر تجمع للبراكين في العالم، جواب نهائي إن شاء الله. إندونيسيا ربما هي أكثر البلدان من حيث عدد الجزر، اليابان فيها مجموعة كبيرة من البراكين، والصين وإندونيسيا. إندونيسيا برضو، لكن أنتوا تقولون إندونيسيا. أوكي، مرت المعلومة ولا تخمين؟ بالنسبة لليابان يعني تشتهر بالزلازل أكثر حاجة. بالزلازل. والصين؟ وإندونيسيا مرت المعلومة. مرت المعلومة. يعني. إذن الصين على فكرة، أو عفواً، إندونيسيا فيها أكثر من 150 فوهة بركان محتمل أن تنفجر في أي لحظة، فهل هي فعلاً أكبر تجمع للبراكين في العالم؟ تعرف على الإجابة إذا كانت صحيحة أو لا. نتعرف على الإجابة. فعلاً إجابة سليمة، وعافانا الله وإياكم من البراكين والزلازل والفيضانات. أكثر من 150 بركان في إندونيسيا، إن شاء الله ربنا يحفظهم منها أجمعين. ننتقل الآن إلى نخبة الخريجين بعد أن حصد فريق الإنقاذ 15 درجة، مبروك. وفريق نخبة الخريجين، لدينا أربعة من المجالات: إسلاميات. إسلاميات، نذهب إلى إسلاميات، ولدينا ثلاثة من الأسئلة في إسلاميات، اختار واحد أو اثنين أو ثلاثة. تتشاوروا حتى في الرقم يعني. السؤال الثالث في إسلاميات: رملة بنت صخر، هل هي أم سلمة أم أم حبيبة أم أم رومان؟ وثلاثين ثانية. معكم وسيلتين مساعدة إذا ما توصلتوا الإجابة. إيش الوسيلتين؟ استعانة بالجمهور أو تغيير السؤال. تغيير السؤال. تغيير السؤال. خذوا راحتكم، 30 ثانية تحددوا فيها. أم سلمة، أم حبيبة، أم سلمة، أم حبيبة، أم رومان. هي رملة بنت صخر.
نغير السؤال. ما نغير السؤال. تغيير السؤال بسؤال الجمهور. إذا يختار فريق نخبة الخريجين تغيير السؤال من جمهور المنافس. طيب خمنوا لو قلنا لكم خلاص السؤال هذا. والله أم حبيبة. أم حبيبة. تتوقع أم حبيبة. خلونا إحنا نشوف هل هي فعلاً أم حبيبة أم لا. وليش ما حس؟ وليش ما حاولوا تأخذوا القرار بصورة جماعية. اهدأوا كذا خذوا نفسا عميقا وتحاوروا ثم اتخذوا القرار بصورة جماعية. عموما لدينا سؤال من جمهور الفريق المنافس. حاضرين تفضل بس اقرأ لهم السؤال. السؤال يقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المقوقس كسرى أم النجاشي؟ حاطب ابن أبي بلتعة أرسله الله، هل أرسله عفوا الرسول إلى المقوقس أم إلى النجاشي أو كسرة؟ أم كسرة. 30 ثانية تفضل تشاوروا يا جماعة تشاوروا. أنت تقول أنت من وين النجاشي؟ 30 ثانية بعد أن طلب نخبة الخريجين تغيير السؤال. مش كسرة المقوقس ولا النجاشي؟ أنت شاك فيه. لدينا 10 من الثواني حاليا. نشوف. يلا روح المقوقس. الى المقوقس. حاطب ابن ابي بلتعة كان من ضمن الرسل الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى المقوقس في مصر. هل هذه الاجابة صحيحة ام لا؟ اجابة صحيحة. 15 درجة. 15 درجة ايضا لفريق نخبة الخريجين بعد أن طلبوا تغيير السؤال بسؤال من جمهور المنافس. يعني البداية مثيرة بلا شك وأنتم تلاحظون ذلك. نعود لفريق الإنقاذ ونتعرف على ما هو المجال الذي سيختارونه من ضمن هذه المجالات. تفضلوا. إسلاميات. 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 نروح لإسلاميات. أبو جعفر أعطينا احنا إسلاميات. معنا واحد تم اختياره. ثلاثة. إذن واحد أو اثنين. واحد. رقم واحد. دائما تحبوا الرقم واحد انتم. ها؟ كان عمره 18 سنة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فمن هو؟ هل هو الحسن ابن علي أم أنس ابن مالك أم أسامة ابن زيد؟ وأرى الابتسامة عليكم لكن 30 ثانية. فرحانين الجماعة. 30 ثانية نشوف. هو أسامة بن زيد بن الحارثة رضي الله عنه. متأكد من الحب. لسه قاري السيرة عندك. لا هذا معلومة واضحة. معلومة معروفة يعني. معروفة. وهو من أبرز الصحابة الفتيان الذين كان لهم دور كبير. إذا يقول إنه أسامة بن زيد. إيش رأيكم أنتم؟ أسامة بن زيد ولا لا؟ تعرف على الإجابة مع بعض. تفضل. أسامة بن زيد يقولوا فريق الإنقاذ فعلاً. فعلا هو أسامة بن زيد الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جيش فيها كبار الصحابة ولكن كان من الفتيان الذين رأى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم القوة والذكاء ربما ليختار له هذه المهمة الكبيرة بين قوسين. تفضلوا الآن معنا فريق نخبة الخريجين والأجواء مثيرة ومستمرين. مدن وبلدان. مدن وبلدان. نذهب إلى مدن وبلدان ولدينا ثلاثة من الأسئلة. اختار رؤياتهم. اختاروا ايش من اختاروا رقم واحد. اي شيء رقم واحد هم اختاروا. الامور يا وساطة. الثاني. اذا نتعرف على السؤال الثاني. في مدن وبلدان تقع في غرب القارة الافريقية ولا تمتلك اي منفذ على البحر. هل هي غانا ام بوركينا فاسو ام اوغندا؟ وثلاثين ثانية. في غرب القارة الإفريقية ولا تمتلك أي منفذ على البحر. هل هي غانا أم بوركينا فاسو أم أوغندا؟ واقتربنا من الثانية العاشرة والجماعة يتشاور. بوركينا فاسو. بوركينا فاسو. زرتها من قبل؟ لا. تتمنى تزورها؟ لا. يا راشد حتى تذكرة سياحية. ما في منافذ بحرية. ما في منافذ. لازم باراشوت تزنح. إذا تقولوا أنها بوركينا فاسو. إن شاء الله. تتوقعوا الإجابة صحيحة أو لا؟ والله. تعرف على الإجابة صحيحة. هل في فعلا بوركينا فاسو؟ فعلا بوركينا فاسو.
وكانت جائزة مقدمة لكن تذكر البوركينا فاسو لكن إذن انتهينا من هذا الجزء من هذه الحلقة بالتعادل الإيجابي بين فريق الإنقاذ وبين نخبة الخريجين. التحدي كان واضحا والحماس كان أكثر وضوحا والإثارة كانت متجلية في هذا الجزء من هذه الحلقة. لا تذهبوا بعيدا، فاصل وبعده نواصل. عدنا إليكم مجددا في هذه الحلقة المثيرة بين قوسين بين فريق نادي الطالب الجامعي ومؤسسة الخريجين، يعني لسه طلاب والجماعة متخرجين، فلذلك كان الحماس جليا في جزء هذه الحلقة الأول. سنتعرف في جزءها الثاني من هو الأكثر حظا والأكثر تحضيرا ذهنيا لهذه الحلقة، وبذلك سيكون المتأهل للدور الذي يليه. الآن بدأنا الجزء الأول معكم، خلونا نبدأ الآن مع فريق نخبة الخريجين. الفقرة هذه عبارة عن 4 أو 6 من الصور كما هو معروف، نعطيكم معلومتين عن كل صورة وأنتم بدوركم تقولوا أي المعلومات صحيحة وأيها خاطئة. لدينا 6 من الصور، خلونا نتعرف عليها. إذن لدينا هذه الصور الست عن حيوانات وعن شخصيات. بأي الصور أنتم تحسون أقرب إليكم؟ يعني معنا الخفاش ومعنا الدببة والفهد وأحمد ديدات ديدات وبرناردشو وإبراهام لينكولن. أمريكي ما أعرف جمع الدببة أنا أعرف جمع. ديدات. إيش تختاروا؟ طيب أحمد ديدات. أحمد ديدات. ايش تعرفوا اول شيء عن احمد ديدات؟ تعرفوا داعي اسلامي. اذا نشوف احمد ديدات ماذا لدينا حول هذه الشخصيه المعروفه. لمع في سماء العالم العربي الاسلامي بفلسفته العقليه في اصولها الصوفيه في الفاظها في الشريعه وغايتها واهدافها، ام انه لمع في سماء العالم العربي والاسلامي من خلال منهجه المتفرد في الدعوه وهو منهج المناظره والجدال والحوار؟ تفضل. أنا 30 ثانية. جاوب تفضل. الأول المعلومة الأولى خاطئة. أيوة. المعلومة الثانية صحيحة. المعلومة الثانية صحيحة. هو معروف بالمناظرات. ولد في جنوب أفريقيا أصلا. مات 96 معروف يعني. معروف يعني. ما شاء الله محضر كويس. تتفقون معاه ولا؟ تتفقون معاه أن المعلومة الأولى خاطئة والثانية صحيحة. نعم. إذا دعونا نتعرف، هل فعلا كانت نخبة الخريجين موفقة في هذا الجواب أم لا؟ وفعلا 15 درجة تذهب إلى فريق أو عفوا 20 درجة تذهب إلى فريق نخبة الخريجين بمعرفتهم حول هذا الشخصية المعروفة في العالم العربي والإسلامي، وربما أيضا لهم محاضرات في أمريكا وفي أوروبا في التناظر حول الأديان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن دعونا نتعرف على فريق الإنقاذ، من يختارون؟ هل يذهبون إلى الحيوانات أم الشخصيات التي موجودة معنا؟ تفضل. اختار رقم 1 الخفاش. الخفاش. الخفافيش. أنتم معظمكم دكاترة، فالخفاش والفئران تتعاملوا معها في بالسم. 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 يا حافظ. نروح للخفاش ونشوف ماذا لدينا في أو معلومتين عن الخفاش. الخفاش طائر من الطيور، له ريش وأجنحة كأجنحة سائر الطيور ولا يحدث أي صوت عند طيرانه. الخفاش حيوان ثدي يطير، جسمه يشبه جسم الفار وأجنحته لا تتركب من عظام وريش ويحدث أصوات عالية عند طيرانه. تفضلوا 30 ثانية. المعلومة الثانية صحيحة والأولى خاطئة. الثانية صحيحة. الثانية صحيحة. أنت قول لي فين الصح، الثانية ولا الأولى؟ الثانية. التحت. تروح قطاع الشك في اليقين لتحت. تعال عندها قال لي هذه الصح. إذا يقولون بأن المعلومة الثانية هي الصحيحة والمعلومة الأولى ليست كذلك. جواب مشترك بين الجميع. ها؟ توكل على الله. إن شاء الله. قلت تعاملتوا مع الخفاشيش ولا لا؟ مع كوفيد 19.
صح نعم. نرجع نسوي اللي سواه صاحبنا في الصين هذاك. ربنا يحفظ الجميع. إذا يقولوا بأن المعلومة الثانية هي الصحيحة والمعلومة الأولى ليست كذلك. خلونا نحن نشوف هل فعلا بأن الخفاش هو حيوان ثدي. إذا إجابة أيضا سليمة، وتقريبا هو من الوحيد من الطيور اللي هم الثديات. نعم. صحيح، وهذه هي المعلومة الجوهرية اللي على أساسها قلت لي تحت الصح. أيضا معلومة الصوت. الصوت، أنه ما يحدث صوت. يحدث. يحدث صوت. أوكي. إذا الفقرة الثانية في هذه الفقرة الثانية أيضا ستكون اتصال مع شخصية كما هو معروف على الفريق المعني بذلك السؤال، أن يتعرف على هذه الشخصية من خلال نبرة الصوت ومن خلال طبيعة الحوار مع تلك الشخصية. دعونا نبدأ مع نخبة الخريجين. كيفكم إن شاء الله؟ الفقرة في الدور الأول تعرفتوا على الشخص ولا كان من كان المتصل؟ محمد الجحوم. محمد الجحوم. الآن مستعدين إن شاء الله. إن شاء الله. إذن الاتصال معنا جاهز. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا سيدي الكريم، سعيد بانضمامك معنا في هذه الحلقة من سباق الخميس. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على استضافتي في هذا الحلقة. الله يعطيك العافية. التعليم بين اليوم والأمس، ماذا تود أن تعلق على هذه العبارة الشهيرة؟ أعد السؤال مرة ثانية. التعليم بين اليوم أو بين الأمس واليوم، عبارة مشهورة نشاهدها في الصحف والمجلات وفي الإذاعات، كيف تعلق على هذه العبارة؟ والله لكل وقت أساليبه وميادينه. في السابق لم تكن وسائل التقنية الحديثة متوفرة، فكانت القراءة هي الباب الأول والأخير لإيصال المعلومة للطالب. القراءة. وفي الوقت الحالي مع وسائل التقنية أصبحت وسيلة التقنية هي الوسيلة الأسهل والأقرب لعقل الشاب أو الطفل أو اليانا. ورغم انعدامها في مدارسنا كوسيلة تعليمية، ولكن أجوفة الشباب عن القراءة كان المفروض أن يجبر السلطة على استخدام وسائل التقنية في التدريس. فرق بين الفترتين. صحيح. هناك الفترة السابقة يتعامل الأستاذ مع يفع أو مع شباب رجال، بينما هنا يتعامل مع شباب يتطلع كثيرا وبسرعة وبعجلة إلى الآفاق أبعد. نعم. فهنا الفرق. صحيح. لو أن كل الشباب وكل الطلاب يشاهدون ويستمعون إلى حديثك الآن، ما هي أبرز النصائح التي تود أن تخاطبهم بها وتود أن يتخذوها منهجا ربما في حياتهم؟ أنا والله كنت أتمنى أولا قبل أن أوجه كلمتي إلى الشباب والطلاب، إلى أولياء الأمور. تفضل. إلى الأسرة. تفضل. هي الحلقة المفقودة الآن، وليست المدرسة وليست الطفل، الأسرة. الأسرة هي المفقودة. الطفل عندما يلقى من يتابعه حتما سنتحصل على نسبة من الشباب يتبع النصيحة. تراجع دور الأسرة الآن. ولكن عندما يجد الأمور سائبة فقليل من الشباب هم الذي سيبذلون جهود للتفوق. نعم. الجميع في مستوى واحد، ولكن مستوى المتابعة هي المفقودة. نعم. وأنا أتمنى من أبنائي وأحفادي لو خصص الشاب والطفل ساعة إلى ساعتين في اليوم من أول السنة، والله العظيم من الأمور ميسرة 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 جدا جدا. ساعة للمطالعة تقصد، أنه للقراءة ساعة تكون للمطالعة والقراءة؟ أيوة، للقراءة، لمراجعة الدروس والإعداد للدروس القادمة. يعني درس اليوم ودرس الغد لا بد يطلع عليها الطفل قبل ما يتوجه للمدرسة. والله سيجد متعة، هو سيجد متعة في محاورة الأستاذ. في هذه الحلقة لدينا مجموعة من نادي الطالب الجامعي ومجموعة من مؤسسة الخريجين أيضا من الجامعة، ماذا تود أن تقول لهم؟ والله أنا أولا بالنسبة هذول رجال، ولكن اسمعوا يا رجال، افتقدوا للإطلاع والقراءة. القراءة الخارجية أغنى وأشمل وأعم وأكثر فائدة من المحاضرات المكتوبة والمطبوعة التي يتناولها الطالب في الجامعات برا
لا تعطي ملخصات وإنما تعطي رؤوس مواضيع وعلى الطالب يذهب للمكتبة الجامعة يبحث. شكرا جزيلا. وهنا عندنا ملخصات. فيا أبنائي طلاب الجامعة ما تتناولونه إنما هو نقطة في بحر العلم، فعليكم توسع مدارككم كل في اختصاصه، موجودة في المكتبات اختصاصاتكم بوفرة. صحيح. يستفيدوا من القراءة كثيرا تزدادوا علما. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة تود أن تختم بها هذه المداخلة سيدي الكريم. لا نحمل التربية ولا نحمل الجامعة كل الوزر. أنا قبل أيام كنت في الجامعة فكان يشكي لي أحد النواب أنه من 1914 لم تضاف ولا ريال واحد في اعتمادات، بل لم توصل إلى الجامعة في اعتمادات للتشغيل. تخيلوا جامعة تسير على مهب الريح، الحمد لله أنها واقفة على رجلها. ربنا يعطي الجميع الصحة والعافية ويتغير الحال إلى ما هو أفضل بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا في على هذه العجالة. الله يسلمك. شكرا جزيلا. إذا كان هذا اتصال مع شخصية تربوية معروفة على مستوى حضرموت وعلى مستوى الوطن ربما. معكم 30 ثانية بإمكانكم أن تخبرونا من هذا الشخص. كلنا شاكين في إجابة واحدة وهو تربوي وصوت رنان وشاكين أنه بابعير، لكن بنسأل متاه بنسأل الجمهور. بتسألوا الجمهور. أيوة. كلها مقدمة ذي عشان تقول بنسأل. عشان نقول بنسأل الجمهور بالضبط. طيب خلينا نصفر العداد، نصفر العداد ونعطيهم 30 ثانية جديدة للتشاور مع الجمهور. إذا 30 ثانية جديدة. تفضل. عبد الله هاشم. من؟ عبد الله هاشم. عبد الله. اللي قابلته هاشم سقاف. أيوة. هاشم سقاف. عبد الله هاشم سقاف. كلكم متأكدين؟ متأكدين. مش باب عاري. إذا خلاص 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 30 ثانية أو نجاوب؟ جاوب تفضل. عبد الإله هاشم السقاف. عبد الإله هاشم السقاف. عبد الإله وعبد الله عبد الإله المهم السقاف. عبد الإله معروف. عبد الله هاشم. هاشم السقاف أيوه عبد الله هاشم السقاف. أوكي جواب نهائي. هو الجمهور جدا متأكد فخلاص. الجمهور جدا متأكد. الحديث من أنت قلت؟ أنا قلت الأستاذ عبد الله هاشم. عبد الله هاشم. عبد الله هاشم مش عبد الاله هاشم. اذا اول حاجه تحيه للاستاذ عبد الله هاشم. لكن هل هو فعلا من تحدث الينا بهذه الحرقه وهذه الحماسه؟ خلونا نتعرف عليه. هل هو فعلا استاذ عبد الله هاشم او لا؟ تفضل. ايوه صح. اذا هو فعلا استاذ عبد الله هاشم وهو مقدم برنامج بالمناسبه عندنا هنا في تلفزيون حضرموت حديث او زمن الرواد عفوا، ياتيكم مساء كل ثلاثاء عند التاسعه بتوقيت حضرموت. عملنا له دعايه في البرنامج لانه فعلا يستحق الاستاذ عبد الله هاشم. تحيه اخرى للاستاذ عبد الله هاشم. الان سنجري اتصال مع شخصيه اخرى تذهب لكم 20 درجه. الان معكم كم الان؟ 70 مقابل 50، يعني التنافس على اشده اليوم، يعني الدرجات فل لحد الان. نشوف الشخصيه اللي بتكون معاكم ان شاء الله. تكون انتوا عرفتوا الشخصيه استاذ عبد الله هاشم ولا ما عرفتوها؟ شكله ظهر بس الاسم الاسم راح عليكم، فعشان كذا انتوا جالسين قلقين من هو الشخص الذي. لكن ان شاء الله الامور طيبه والجمهور بيساعدكم. تساعدونهم ولا لا؟ ولا بس تصفقون وخلاص؟ تساعدونهم. حلو حلو. ستستمر هذه المسابقه وكان من المفترض ان نجري الان اتصال مع شخصيه يتعرف عليها فريق الانقاذ، لكن لاسباب فنيه متعلقه بالاتصال سنؤخر هذه الفقره ثم نعود اليها. يعني الامور طيبه، بنرجع لها ان شاء الله. خلونا احنا ننتقل للفقره اللي بعدها ثم بعد ذلك سنرجع ونستعيد الاتصال مع هذه الشخصية. الآن الفقرة الثالثة وهي 3 في 5، كل فريق يرشح لنا واحد ونسأله يذكر لنا ثلاثة من الأشياء في 5 من الثواني. نبدأ بمن؟ نخبة الخريجين. أنتوا عندكم هو الآن، فخلونا احنا نمشي معكم. رشحوا لنا واحد سؤال في معلومات عامة، هو ليس تخصصي بالدرجة الأولى. تفضل. اهلا وسهلا، كيف امورك؟ ان شاء الله نستعد ان شاء الله. السؤال بسيط هو دائما، بس اللهم عامل الوقت هو اللي يعمل الاسترس، لكن بعدين لو جلست في البيت كذا تقول يا اخي بذكر له 20 مش الا 3، فهو عامل الوقت والتحضير الذهني للفقره هو اللي يعمل الفارق. اوكي اذا ساطلب منك ان تذكر 3 اشياء في 5 من الثواني. اول ما خلص السؤال انت تبدا على طول. اوكي. السؤال يقول اذكر 3 من
الغزوات التي حضرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة تبوك. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة تبوك. ما شاء الله في ثنتين ثواني. ها إذن 15 درجة، 15 درجة، 15 درجة لفريق الإنقاذ في هذه الفقرة. الآن معنا فريق نخبة الخريجين. تفضل واحد منكم. تفضل واحد منكم. أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ أول حاجة قبل ما نروح لثلاثة في خمسة، أنا عرفت عنك معلومة. إيش؟ أنه أنت تدرس إيش أول حاجة؟ أدب إنجليزي. أدب إنجليزي. قالوا لي هذا عنده موهبة في تقليد الأصوات واللهجات. تقليد لهجات. إيش عندك بالضبط يعني؟ ممكن نقلد اكسنت، لهجه هنديه. لهجه هنديه يعني بتطلع الهندي اللي داخلك. حضرمي. اوكي تمام، حطينا احنا يعني ممكن هندي بريطاني. For example good morning sir, I'm very very excited to be here, you know yesterday I went to the market number, a lot of things is there. مثلا بريطاني. بريطاني. بريطاني يقول لك hello everybody here, I'm very very excited and it's very very important to be here. I'm very happy and I want to say to the audience that I love you all. Thanks. Hello. Oh, thank you. I see. حلو حلو. خلينا احنا نروح المسافر. يلا. تمام. الآن سوف أطلب منك تذكر ثلاث حاجات في خمس من الثواني. تمام. في مجال الإسلامي خلينا احنا. أوكي. السؤال يقول اذكر ثلاث من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة، خديجة، أم سلمة. أم سلمة وعائشة وخديجة. إذا لدينا 15 درجة أيضا تذهب لنخبة الخريجين. حاولنا شوية يعني إيش نلطف الجو بهذه الفقرة، تكون أسئلتها معقولة نظرا لما شفناه في الأدوار الأولى يعني. الآن لدينا سؤال مشترك، سوف نستعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الشيء، وعلى الفريق الذي يتعرف على الإجابة في أسرع وقت هو ما سيحصل على نقاط هذا السؤال. الإنقاذ مستعدين؟ نخبة الخريجين مستعدين؟ إذن دعونا نتعرف على هذا الشيء وهذا اللغز إن صح التعبير. المعلومة الأولى تقول منظمة دولية أنشئت عام 1945 ويوجد مقرها في باريس. ويوجد مقرها في باريس. وإجابة أنت كتبت إيش؟ يونسكو. اليونسكو. ما شاء الله عارف أنها 1945. تقريبا مرت المعلومة. ويوجد مقرها في باريس بفرنسا ولها مكتب إقليمي ووحدة ميدانية في مختلف أنحاء العالم. نروح اللي بعدها، وهي تشجع على توفير التعليم، وهي خلاص اليونسكو، وهي تشجع على توفير التعليم للجميع وتعزز التنمية. وتعزز التنمية للثقافة وتقوم بحماية يونسكو. خلاص يونسكو كانت إجابة صحيحة، وتقوم بحماية التراث الطبيعي والثقافي، وهي فعلا اليونسكو. وإجابة صحيحة لفريق نخبة الخريجين ومعرفة الإجابة الصحيحة من أول معلومة. ما شاء الله 1945 مرت عليك المعلومة بعد الحرب العالمية الثانية يونسكو، فالثاني 45. الآن بستعرض الرجال. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وتقريبا الأمور حسمت، بقي اتصال لفريق الإنقاذ ولكن الشخصية للأسف التليفون كان مغلق والتليفون البيت ندق عليه ما حد يرد، ما نعرف إن شاء الله يكونوا أهم شيء بخير. نستأذنكم أنه يسقط السؤال ولا نجري اتصال مع شخصية ثانية؟ يسقط السؤال يعني أموركم خلاص. أوكي إذن قبل أن نختم هذه الحلقة دعونا نجري أسئلة للجمهور الموجود معنا في الاستوديو. نبدأ بجمهور الإنقاذ، نبدأ بكم أنتم. ها خلاص ابتسموا يا جماعة، لازم واحد يفوز واحد يخسر يعني. ها يعطيكم العافية. سؤال الجمهور من أسئلة المسابقة أيضا من اللي لم يتم الإجابة عليها. السؤال يقول ما هو الاسم الحقيقي للباحث واليوتيوبر المصري الذي اشتهر باسم الدحيح؟ هل هو أحمد الغندور أم مصطفى مكرم أم أشرف إبراهيم؟ تفضل. أنت تبعت الدحيح. أيوة نعم أكيد. الإجابة الأولى أحمد الغندور. أحمد الغندور. نعم. جواب نهائي. ماشي اختيارات ولا استعانة بجمهور ولا شيء. إذا أحمد الغندور هل هو فعلا أحمد الغندور؟ خلونا نشوف. فعلا أحمد الغندور ويستحق جائزة مقدمة من بن كليب للإلكترونيات
وجائزة عينية من بنك ليب، محلات بنك ليب للإلكترونيات. شكرا جزيلا، تفضل استحق الجائزة. لدينا أيضا سؤال آخر لفريق وجمهور نخبة الخريجين. خلونا نتعرف على سؤال جمهور فريق نخبة الخريجين. كانت تحتضن حضارة متقدمة ومزدهرة فيما يعرف باسم وادي نهر السند، هل هي العراق أم باكستان أم إيران؟ خلينا باكستان. هذه اللي هي، أعطي المايك بس. إيش من حضارة كانت فيها وادي؟ خلينا يقولون السند والهند إن شاء الله. السند والهند إن شاء الله. إن شاء الله خلينا نعرف هل هي فعلا باكستان أم لا. يستحق الجائزة. جائزة المقدمة من بن كليب للإلكترونيات، وبالتوفيق استحق الجائزة. إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من سباق الخميس. ألف مبروك لنخبة الخريجين ومؤسسة الخريجين تأهلهم إلى الدور المقبل من سباق الخميس. ألف شكر أيضا لفريق نادي الطالب الجامعي على مشاركتهم وعلى أنهم كانوا رقم صعب أيضا في سباق الخميس. خلونا نسمع لهم تحية. ومبروك لفريق نخبة الخريجين، متحمسين للدور الجديد. في ختام هذه الحلقة نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم، أن تكون هذه الحلقة قد أضافت لكم ولو معلومة بسيطة أو جزء من المتعة والترفيه. حتى الملتقى، نلقاكم في حلقة جديدة من سباق الخميس في أمان الله.